بعد ما تابعنا اخبار امبارح نروح نشوف الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، واللي منها انه المؤتمر الصحفي اللي هيتعمل النهارده لاعلان اسماء الامهات المثاليات لعام 2022. كل سنه وكل امهات الدنيا بخير وصحه وسلامه دايما. وكمان اخبار عن الامتحانات التجريبيه اللي هتعقد لسنه اولى ثانوي، ده غير اهم الماتشات اللي هتتلعب النهارده في الدوريات العالميه. أخبارنا النهاردة هنبدأها من وزارة التضامن. النهاردة هيكون في مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، وده وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية اللي تم على أساسها تحديد المتسابقة الفائزة على مستوى كل محافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية. كمان النهارده هيتم عقد الامتحانات التجريبيه لكافه طلاب اولى ثانوي عبر المنصات الالكترونيه من خلال التابلت المدرسي اللي استلمه جميع الطلاب في بدايه العام الدراسي الحالي. ايضا النهارده هيتم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافيه ضمن مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام التسجيليه والقصيره، وده هيكون الساعه 1 الظهر تحت عنوان Back to Film. المعرض هيكون مفتوح لكل الجمهور ومحبي السينما. رياضياً ولعشاق كرة القدم، موعدهم مع كلاسيكو الدوري الإسباني واللقاء المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. محبي الدوري الإيطالي هيكون موعدهم مع لقاء ديربي روما، ويلتقي روما مع لاتسيو في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة. ولعشاق كرة القدم الإنجليزية هيكون موعدهم مع مباريات دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست، وكريستال بالاس مع إيفرتون، ومان سيتي مع ساوثهامبتون.